شهداء قدموا أرواحهم للوطن، فارقون بأجسادهم لكنهم أحياء بذكراهم في وجدان كل مصري. أبويا شهيد، دي حاجة أكيد تشرفني. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء بهم ومعهم في المناسبات والأعياد، ومنها عيد الفطر المبارك يبعث لهم الهدايا. دايماً بيفاجئنا بالتكريم وبيفاجئنا بالشكر وبيفاجئنا بكل حاجة حلوة تساعدنا وتسعد أولادنا. النهاردة أنا مبسوطة جداً بوجودكم معانا ومن هدايا الرئيس، وإن الرئيس ما نسناش وافتكرنا، ودي حاجة كويسة وإحنا فخورين بيها. وحشني يا بابا ووحشني الكلام وياك، تعالى في حلمي من فضلك أفضفضلك. هما اللي بيضحوا في سبيل الوطن وربنا علشان ان احنا نعيش في بيتنا مطمنين وقاعدين متأكدين ما حدش هيجي يتعدى علينا. يعني كل مؤسسات الدولة بتهتم بينا وبتدينا المرتبة اللائقة بينا بناء عن اللي شايفينه من السيد الرئيس من اهتمام. وصلنا طيبين، السيد الرئيس بعت لكم الهدية دي بمناسبة عيد الفطر. سيادة الرئيس اللقاءات بتاعته والسؤال بتاعه وكل حاجة يعني ايه مش مخلينا حاسين ان احنا فقدنا حاجة، يعني دايما يبقى فاكرنا كده على طول، ويا رب يعينه عشان نحمي بلدنا. مبسوطة جدا اللي هو فاكرنا مش ناسينا في الأعياد دايما، عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل. ابويا شهيد، دي حاجة اكيد. الدولة دايما متواصلة معانا وبتهتم بينا ودايما مش ناسيانا في أي حاجة، ودايما الرئيس على تواصل دايما مع أولاد الشهداء ودايما فاكرينهم. عدى وقت طويل قوي من تاريخ الاستشهاد وهم على تواصل معانا، ما منسوناش أبدا. كل سنة وانتم طيبين. طيبين. دي هدية من السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك. أهلا وسهلا. أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنته حي. لولا أمه إحنا ما كانش زماننا عايشين والله، يعني إحنا لولا إن فيه فصيل مننا طلع وقدم روحه وقدم حياته فداء للوطن وفداء للحرية وفداء للشعب المصري علشان يكون في نجاح بيكون في تضحيه. لو طولت ازعج في الدنيا بحالها واقول لهم انا ام البطل وانا ام الشهيد والسيد الرئيس يعني فاكرني في يوم حلو زي ده هوت، وكل سنه وهو طيب وتنعاد عليه بخير، واحنا وراك في اي حاجه احنا وراك. متشكرين على الهدية اللي هو فاكرنا دايما في اي مناسبة في اي حاجة مش بينسانا. اسرة الشهداء كلنا الصراحة مش سايبنا، يعني الرئيس مش متأخر علينا في اي حاجة، في اي مناسبة، اي مناسبة بتحصل في العيد في اي حاجة الرئيس ما متأخرش علينا، حتى في المدارس بتاعت الاطفال الحمد لله يعني ما متأخرش علينا. حاجة جميلة جدا لما الاقي البلد لسه فاكراني وفي كل مناسبة بتجيلي وبتقدم لي هدايا. مبسوطة جدا بتحتفلوا بالشهداء وواخدين بالكم منهم، والرئيس يعني محسسنا ان هو اب مش رئيس دولة، لا هو اب فعلا. وحقه ما راحش، ده ربنا وعده بالجنة. ابويا ما ماتش، ابويا شهيد.
جاءت سليمان يوم العرب هدهدة أهدت إليه جرادا كان في فيها وأنشأت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار مهديها لو كان يهدى للمرء قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها. باختصار الهدية من سيادة الرئيس قيمة جدا وعظيمة جدا أيا كانت هي. الهدية لا تكمن في قيمتها المادية ولكن في التكريم المعنوي اللي أهده لنا إنه فاكر شهيدنا وفاكر والدنا اللي ضحى بنفسه وضحى بدمه عشان البلد. الهدية دي من سيادة الرئيس عظيمة جدا لأنها وإن دلت تدل على أن سيادة الرئيس مقدر هذا الدم اللي سال على الأرض.